سمير علي، اختصاصي هندسة القوى سنة رابعة. مشروعنا اليوم هو عبارة عن آلة ثني صفائح وتشكيل أسطوانات الدرفلة. هو عبارة عن ثلاث درافيل، جزء ثابت وجزء متحرك حامل الدرافيل، ثلاث مسننات لنقل الحركة، سير ومحرك، ثلاثي الطور مع دارة لعكس الدوران. نعمان الإبراهيم، سنة رابعة هندسة قوى ميكانيكية. مثل ما ملاحظين الآلة، نحن عندنا جزء متحرك بنتحكم من خلال القوالب المعايرة، بنقدر نرفعه من خلال القوالب المعايرة. نحن بنتحكم بشغلتين اللي هن سماكة الصفيحة والضغط. نحن بنرفع، بنحط الصفيحة مثل ما ملاحظين حطيناها، بتكون بشكل المستوي حسب الانحناء والشكل اللي بدنا إياه. نحن بنضغط تدريجيا. هلا نحن حطينا الصفيحة، رح نشغل مشان نشوف، نحن معايرينها انه تعمل اسطوانة، رح نشغل ونشوف.